بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إذا أنزلت الآيات والقرآن العربي لقوم يعلمون يسيرا ونذيرا وأعرض أكثرهم وهم لا يشعرون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وبيننا وبينك حجاب واعمل إننا آمنون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وبالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أنكم لا تكفرون إن الذي خلق الأرض في يوم وتجعل له أندارا ذلك رب العالمين وأنزل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها من الأرض فيها أرضه أهل أو كذا قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين أوحى في كل سماء أمرها فزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم إن أردتكم عذرتكم صائقة مثل صائقة آد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل الملائكة وإنا بما أرسلت به كافرون فأما آدم فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نفسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون كما سموت فأهديناهم واستجحبوا العذاب على الهدى وأخذتهم صعيقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يشهر عذابها إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سحرهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون أما كنتم تستهزئون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم